وللمزيد من التحليل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الدمام المختص في الشأن الإيراني عبد الرحمن الملحم. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. إذا كشف المبعوث الأمريكي الخاص بالعقوبات على إيران مجموعة من الأسلحة المصنعة إيرانيا والتي عثرت عليها وزارة الداخلية في حوزة جماعات إرهابية، تعليقكم على هذه الجهود؟ أسعد الله مساك أخت مريم وعلى جميع المشاهدين الذين يشاهدوننا عبر تلفزيون مملكة البحرين الحبيبة. أخت مريم دعينا نلقي نظرة بسيطة أولا على ماذا تريد إيران من البحرين، ومتى بدأت النظرة الشمولية من إيران للبحرين. هو حقيقة منذ قيام الثورة الخمينية سنة 79 وإيران تنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي نظرة شمولية، وتخص البحرين على أنها، وكما صرح أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، أن البحر نعتبر البحرين ولاية إيرانية. في الواقع تاريخ الإرهاب الإيراني في البحرين تاريخ طويل، رغم أن حكومة جلالة الملك بذلت جهود كبيرة جدا في جذب جذور الإرهاب الإيراني والقضاء على معظم العناصر التي حاولت زرع الفتنة وحاولت إثارة زعزعة الأمن بالتعاون مع عناصر إرهابية تقوم بالاتصال فيها من إيران. نعم. ومع هذا فإيران قد توصلت إلى تجنيد عناصر من البحرين، وللأسف الشديد أن هذه العناصر هي عناصر بحرينية تتمتع بالجنسية البحرينية، أكلت من خيرات البحرين وتمتعت بظل مملكة البحرين وتعلمت داخل البحرين وتنعم بخيرات مملكة البحرين، ومع ذلك للأسف الشديد خانت الأمانة وخانت الوطن وامتدت أياديها إلى العدو الإيراني الذي جند هذه الخلايا الإرهابية لتحويلها إلى مخربين داخل البحرين. أخت مريم، إذا نظرنا نظرة فقط إلى موقعة اعتصام دوار اللؤلؤة نجد على أن هناك حصل تعاون وثيق بين هذه العناصر التي جندتها إيران مع المخابرات الإيرانية وحرس الثورة الإيراني، وذلك لكي تنشقل الجبهة الداخلية. نعم. بهذا التجمع وتتعرى الجبهة الخارجية. نعم أستاذ عبد الرحمن، هذا الكشف والذي جاء بالدلائل لما تقوم به إيران من زعزعة لأمن المنطقة، كيف من الممكن أن يدعم جهود المنطقة ودول المنطقة في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة لهذا الاستقرار والأمن فيها؟ أختي مريم، هناك جهود كبيرة بين دول المجلس، خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، حقيقة لوضع حد كبير لإيران وتدخلاتها في المنطقة. نعم. وفعلا هي حقيقة نجحت نجاح كبير في وضع حد لهذه التدخلات ووضع حد لزرع مجمل أنواع الفتن والزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة. نعم. ومع ذلك لا تزال إيران تصدر أسلحة، وكما رأينا حقيقة في البيان الذي عرض حقيقة من أنواع الأسلحة التي تصدرها إيران إلى الخلايا والمنظمات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاضطرابات داخل مملكة البحرين، إلا أن هناك جهود كبيرة وجهود متصلة بين دول المجلس. نعم. لقمع هذه المنظمات وهذه الخلايا الإرهابية. نعم. ولله الحمد المجلس خصوصا المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تعلم جيدا مدى نظرة إيران وتدخلاتها في المنطقة وزعزعة الأمن. لذلك هناك ولله الحمد وضع يد على كل ما تحاول به إيران والمنظمات الإرهابية التابعة لها. نعم. من الدمام المختص في الشأن الإيراني عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك.